في نهاية البرنامج عندنا لقاء مع الأستاذة الصحفية موكوشا فونغا من صحيفة اسمها نيوز ديجر من زامبيا، والكلام هيبقى الحوار على طيارة مغارة علي بابا. موضوع الحقيقة الطيارة لسه شغال لحد الوقت بقوة وجسارة. الحقيقة اللي أطلق عليها أو سموها مغارة علي بابا أو الطائرة الكنز، فضحتها بتزيد من أوجاع السيسي مع أزمة الكهرباء والدولار، وبتظهر صورة الفرعون الفاشل اللي ماكينة الفراعنة حتى الآن فاشلة في إنها يعني توصل صورة ذهنية على الناس عنه كويسة. وده اللي نشره موقع ميدل إيست مينيتور اللي بيتكلم عن طائرة الكنز المصرية تزيد من أوجاع السيسي. أهو ده الخبر. يقال أن الأشياء السيئة غالبا ما تأتي في ثلاثيات يعني، وهذا هو الحال مع نظام عبد الفتاح السيسي الذي واجه صعوبة في سداد الديون الخارجية للبلاد، حيث تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي ونقص حاد في الدولارات وتسريبات حول الفساد. والآن تأتي فضيحة الطائرة الكنز لتثير قلق السيسي. السيسي اللي ما فيش فايدة منه بيتنفخ فيه بقاله 10 سنين ومفيش رجع. بتقول لك لسه لحد دلوقتي الحقيقه ما تكرم يعني، ما مش جايب حاجه يعني، ولا تكرم علينا وقال لنا ايه الحكايه بتاع الطيار، ايه حكايه الطيار. وبقينا نعرف من الاعلام الزامبي كل يوم كارثه جديده، زي ان الطياره قعدت مثلا يوم من قبل زامبيا تصادر الفلوس، يعني زامبيا بتصادر الفلوس، وتم عمل صفقة اتخذ جزء من المغارة واتسرق، وده اللي بيتقال، وان الطيارة كان عليها رجل أعمال من جزيرة مشهورة بغسيل أموال المجرمين زي ما بيقول الأستاذ نايل الشافعي. أهو رجعوا وقالوا انه الطيارة السلطات الزامبية تدخلت فيها بعد مرور يوم على وصولها، يعني الطيارة فضلت موجودة في المطار لمدة يوم قبل أن تتدخل قوات السلطات الزامبية. ونقول إن في خلال الفترة دي حصل فيه دخلت رجال أعمال أو رجال عصابات زامبيين دخلوا واستولوا على جزء من المال، يعني اللي قدر يستولي كان ممكن يستولي على كل المال، إنما ما خدش غير جزء واحد بس. ففيما يبدو أن هناك كانت صفقة وكان اتفاق على شيء لسه مش واضحة خالص. أنا هممني قوي في الموضوع ده كله الحقيقة جنسية أحد الأشخاص الغير مصريين. هو من دولة في البحر الكاريبي اسمها سانت كيتس اند نيفيس. سانت كيتس اند نيفيس دي مجموعة جزر ضئيلة جدا، وهي ببساطة ملاذ للأموال، ملاذ قانوني للأموال. اللي عنده سارق سريقة وعايز يحطها في حساب في بنك ومحدش يسأله عليها يحطها في سانت كيتس اند نيفيس. ده اللي خلى الأستاذ نائل الشافعي يقول إنه هو على يقين إن الطيارة دي تتبع يعني نظام، يعني تبع النظام السيساوي، خاصة وإن الملحق العسكري السابق في واشنطن، وده راجل في العرف العسكري المرشح الأول لرئاسة أركان الجيش المصري، ممسوك على الطيارة أو كان موجود عليها واتمسك عليها. واعتبر نائل الشافعي إننا في زمن السيسي دخلنا مرحلة حكم اللصوص حرفيا. اسمعوا كده، الطيارة واضح تماما بما لا يدع مجال لشك في ذهني أنا كما أراها كانت في مهمة تابعة للدولة المصرية، مش إن شخص واخدها مأجرها زي مثلا مش عارف محمد أبو العينين ولا مش عارف العرجاني، كل ده كلام فاضي. ده واضح إن هي أنت كونك تحط واحد كان مساعد الملحق العسكري في واشنطن، هو موجود من ضمن الستة المصريين اللي كانوا موجودين. الملحق العسكري في واشنطن ده على طول سلمة الترقية الطبيعية بتاعته ان يبقى بعد كده رئيس أركان. انت عندك عدة اشخاص كانوا في منصب ملحق عسكري في واشنطن وبعد كده بيبقى رئيس أركان الجيش. فاذا الشخص اللي رايح هناك ده شخص بالغ الأهمية، يعني ده مش ضابط رفيع لا، او ضابط عظيم زي ما بيسموه في الجيش المصري لا، ده ضابط من اعظم الضباط العظام في مصر. في تفصيلة كبيرة تبين لنا كشفت مرة واحدة انه صحيح اللي احنا ما نشهده هو حكم اللصوص. حكم اللصوص ده نوع من انواع الحكم، النظم الحكم اللي هم قلنا الكلام ده سنوات طويلة، مجموعة من اللصوص بيسرقوا المصريين في السر وفي العلن بالقانون ومن غير قانون، وبيتعاملوا مع الشعب كأنه حصالة فلوس، كل ما يتزنق يمد ايده في جيوبهم
زي ما قال الراجل الخديوي اسماعيل ان المصريين يجب ان تتعامل معهم زي شوال الدقيق، كل ما يخلص فلوسهم خبط على الشوال هيطلع دقيق، كل ما يتزنق يمد ايده في جيوب المصريين يطلع فلوس، زي ضريبة الثروة على اي حد بيأجر شقة في مصر. اسمع، شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش او مؤجر محدد المدة لابد ان يقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية. ايوة، والتسجيل يعني ايه؟ ان يقوم بفتح ملف ضريبي. أيوة. ويقر في نهاية كل سنة عن اجمالي الايرادات، فإذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة استحق عليه ضريبة، وليكن بنفترض ان هو ب 5000 جنيه شهريا. ايوة، هنا أصبح وفقا لأحكام القانون إن لابد إن خلال شهر من تاريخ مزاولة هذا النشاط أن يتم اختار مصلحة الضرائب المصرية وفتح ملف ضريبي. كويس، ويجي في نهاية كل سنة ضريبية. نعم، يفتح يقدم إقرار ضريبي. معلش قبل بس إقرار الضريبي دي نرجع للطيارة تاني. أنتوا عارفين في كلام إن السعودية محمد بن سلمان تدخل لدى زامبيا، في كلام أنا بقوله هو ماليش علاقة، محمد بن سلمان تدخل لدى زامبيا عشان يفرج عن الطائرة وعن الستة اللي على الطيارة، وبدأ الكلام، بدأ النشطاء على الفيسبوك يعني يتنقلوا هذا الكلام بأن الطيارة رجع يوم الاثنين الجاي. اديني الخبر كده بتاع الطيارة، معلش الحديث. في كلام أن محمد بن سلمان تدخل لدى السلطات الزامبية، أهو دعوة من السعودية للرئيس الزامبي لحضور القمة الأفريقية السعودية. الناس ربطت الخبر ده بموضوع السعودية، بموضوع الطيارة. استقبل الرئيس مش عارف مين المبعوث الخاص للعاهل المملكة العربية السعودية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بحرارة يوم أمس. استقبل الرجل السعودي الممثل للملك السعودية، راح له العاصمة لوساكا، وفي دليل على العلاقات الثنائيه القويه اللي بتجمع بين البلدين. السيد القطان اللي كان سفير السعوديه في مصر سلم رساله خاصه من صاحب الجلاله الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وتمهد الرساله المحمله بحسن النيه والتفاؤل. يعني السفير السيد سفير احمد القطان راح زياره خاصه لزامبيا يسلم رسالة سرية خاصة للرئيس الزامبي في الوقت ده. النشطاء، أنا بقول برضو النشطاء عشان لا أتحمل عبء معلومة قد يكون ملهاش علاقة بالواقع، لكن ناس كتيرة متأكدة أنه السعودية توسطت لدى زامبيا للإفراج عن الطائرة المصرية وعودت الستة المصريين اللي عليها. ومعنى كده انه الوفد الامني فشل، الوفد الامني المصري اللي راح يوم الخميس فشل، وبالتالي جري السيسي على السعوديه. اذا صحت هذه المعلومه، جري على السعوديه قال لهم ارجوكوا، يبقى مين اللي على الطياره؟ نهار ازرق، مين اللي على الطياره؟ مين اللي على الطياره عشان يروح وفد مخابراتي على اعلى مستوى ويفشل من يوم الخميس؟ وبعدين النهارده اهو وفد سعودي رفيع المستوى يصل الى زامبيا لوساكا حامل رساله من الملك سلمان الى رئيسها، نقلها المستشار بالديوان الملكي وسفير السعوديه السابق بمصر احمد القطان. وفد رفيع المستوى ليه الوفد ده راح ليه دلوقتي؟ ما هو بالعقل برضو الناس ربطت ما بين زياره الوفد رفيع المستوى، بيقول لك مستشار الديوان الملكي، السفير احمد القطان ده مش سهل، ده حد تقيل جدا في الدبلوماسيه السعوديه، واخد وفد سعودي زي ما انت شايف كده على اعلى مستوى رايح لوساكا في التوقيت ده ليه؟ عشان يسلم رساله من خادم الحرمين؟ معقوله؟ الناس ربزت على طول ما بين ده وما بين الطيارة، وناس خلاص قالت لك الطيارة راجعة يوم الاثنين وعليها الستة المصريين. بص ادي الوفد اهو، وفد رفيع المستوى سعودي على اعلى مستوى في التاريخ اهو. الوفد ده رايح يقول لهم ايه؟ يسلمهم رسالة؟
يا جماعة الإيربيس ده في مشكلة. راح يسلمهم رسالة، طب ما يروح سيادة السفير أحمد قطان. لا معلش، لا يبقى في حد تقيل قوي على الطيارة دي، والحد ده مؤكد مش واحد عادي، لأنه لو ظابط عادي عادي يتحاكم ونبقى نجيبه بعدين، إنما يعني ده حد تقيل جامد قوي.